السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية، اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد لو سوجي دونترينمون كونسيرنون لو سوجي ولا لو دوسيي دو ترافو دو فان ديكزيرسيس. ألوغ بالنسبة لهذا لو سوجي هذا راه بحال تيتحط نهار الامتحان الوطني، ألوغ إلا تبعتي معايا مزيان كون على يقين أنك غتكون ضمنتي واحد 90% من البريباراسيون ديال الامتحان الوطني فيما يخص لو سوجي ديال ولا دو دوسيي ديال لي ترافو دو فان ديكزيرسيس. وحاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو هذا لا فيديو مع لي زامي ديالكم باش يستافد اكبر عدد من التلاميذ، واللي ما اشتركش في القناه يشترك معنا باش توصل دائما بجديد ديالنا. الوغ نبداو على بركه الله. دونك بالنسبه لهذا لو سوجي هذا كيتكلم على يعني لونتربريز تيزا. Il met à votre disposition les informations du document suivant afin de réaliser certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2017. Là, on a le document numéro 1 qui parle de la régularisation relative aux amortissements où il fait des informations relatives aux immobilisations. Donc les immobilisations qui ont fait le document, on a un frais d'augmentation du capital. عندنا الماتيريال اي اوتياج، وعندنا الماتيريال دو ترونسبور اللي فيه الفييكول 1 والفييكول 2. الفالور دونتري عطاونا هنا الدات دونتري، وهنايا بالنسبه للماتيريال اوتياج ما عطاوناش لا دات دونتري، هذا خصنا حنا نحسبوا لا دات دونتري. بالنسبه للطو كينقصنا لو طو ديال فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. بالنسبه للمود دامورتيسمون عندنا كونستان بالنسبه للفري دوغمونطاسيون دو كابيتال ماتيريال اي اوتياج. بالنسبه للماتيريال ترونسبور فييكول 1، اما بالنسبه للفييكول 2 عندنا مود دامورتيسمون ديغريسيف لو كويفيسيون ديالو الي دو 2. وحاجه مهمه خاصكم تراقبوها وتلاحظوها مزيان في الامتحان الوطني باش ما تصيدوش، دائما ردوا بالكم مع لا سيسيون، دائما قراوها من الاول لا سيسيون. عندنا هنا بالنسبه للفييكول 1 الى تي سي دي لو 23 2017، ديما ردوا البال مع الكويفيسيون عفوا مع عفوا المود دامورتيسمون ومع لا سيسيون. عندنا ايضا بالنسبه لهذا السوجي الدوسي هذا عندنا لو دوكيمون نيميرو 2 كيتحدث على الريغولاريزاسيون ريلاتيف او بروفيزيون. عندنا دو كليون، لو كليون عادل اي بسمه لي كريونس ديالهم. الوغ عندنا بالنسبه لعادل ان ريغلومون دو 96000 درهم، بروفيزيون ديال 2016 سي 60% دو لا كريونس اور تاكس بيان سور. الريغلومون الى ايتي بور سولد، دونك هنا عندنا فهاد دونك هنا عندنا اون بيرت بالنسبه للكليون عادل. اي بالنسبه للبسمه عندنا ريكوبيراسيون بروبابل دو 60% دو لا كريونس، دونك غنضيعوا حنايا في 40% من لا كريونس هي اللي غنضيعوا فيها، هي اللي غتكون لوبجي دو لا بروفيزيون. وعندنا ليتا دي تيتر لي تيتر دو بارتيسيباسيون اي لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. عندنا لي ستوك، عندنا واحد ليكستري دو لا بالانس افون انفونتير او 31/12/2017. Il représente une provision pour dépréciation des marchandises 20 000 et une variation des stocks de marchandises 300 000. Et là, le stock des marchandises au 31/12/2017 est évalué à 250 000 dirhams. Donc, là, c'est le stock final, il faut le constater. Principale provision pour risque et charge, l'entreprise gallique poursuivie en justice par l'un de ses concurrents avait constitué le 31/12/2016 une provision momentanée et non courante de 15 000. Le 28/2017, elle a été condamnée à verser 12 000 dirhams à titre dommage et intérêt. Donc, on a quand même la provision de 15 000 dirhams, bien sûr, cette provision a dit, bien sûr, le conflit. مع 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 الكونكورون ديال مع واحد لاندي كونكورون، الوغ كو المحكمه حكمت عليه ب 12000 درهم، الوغ هاد 15000 درهم خصو يانيلها. دونك غنشوفوا لانيلاسيون ديالها ان شاء الله بالنسبه للكوريج في الكوريج ان شاء الله. الوغ السؤال الاول قال لك كالكولي لو طو دامورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. الوغ حنا خصنا نحسبوا لو طو دامورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. الوغ غنمشيو ان شاء الله الكوريجي. اول حاجه غنتعرفوا عليها خصنا نعرفوها
هي لا فالور دونتري لا دات دونتري و الكيمول دامورتيسمون. بالنسبه للفري دوغمونطاسيون دو كابيتال عقلوا معايا مزيان وردوا معايا البال مزيان لانها c'est une immobilisation en non valeur. Les immobilisations en non valeur ما كتكونش كنحسبوش بهم ما كنحسبوش فيهم لو بروغرا طومبوري. الا عطاونا مثلا لاكيزيسيون وسط العام بالنسبه لي زيموبيلاسيون اون نون فالور الا عطاونا لاكيزيسيون ديالها وسط العام راه تناخذوا العام كامل ما تنحسبوش بالاشهر. الوغ نمشي مباشره للكوريجي. دونك لو كالكول دو طو دامورتيسمون دي فري ساشون كو لو كومول دامورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال اش كيساوي ليا كناخذ لا فالور دوريجين. هذه القاعده اللي كنخدم بها ناخذ نحسب الكوميول دامورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال كيساوي الفالور دونتري فوا لو طو فوا ان سور 100. الوغ من هذه العلاقه غنخرج لو طو دامورتيسمون اللي كيساوي ليا الكوميول دامورتيسمون فوا 100 سور لا فالور دونتري فوا ان. الوغ الكوميول دامورتيسمون هو 42000 مضروبه في 100 مقسمه على الفالور دونتري اللي هي 70000 فوا 3. هاد 3 هادي من جبناها الوغ غنرجعوا لي لونسي. دونك 3 من جبناها عندنا 2014 غناخذوها كامله 2015 و 2016 دونك هادو ثلاثه سنوات. الوغ سي 3 الى حسبنا غنلقاو 20% دونك لو طو دامورتيسمون ديال لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال سي 20%. بالنسبة للسؤال بي قالك ديتيرميني لا دات داكيزيسيون دو ماتيريال اي اوتياج. نحسبوا لا دات داكيزيسيون ديال الماتيريال اي اوتياج. دائما غنطلقوا من نفس العلاقه اللي هي الكوميول دامورتيسمون دو ماتيريال اي اوتياج كيساوي الفالور دونتري فوا لو طو فوا ام سور 1200. دونك هنا غنحسبوا بالاشهر. علاش؟ لانه سي نو باز اون ايموليزاسيون اون نون فالور. الو حنا غنرجعوا هنايا لي نونسي باش نعرفوا هذوك لي فاريابل. بالنسبه للكوميول دامورتيسمون في الماتيريال اوتياج هو 100750. بالنسبه للطو هو 10%. وبالنسبه للفالور دونتري هو 310000 يا 310000. الو رجعوا للكوريجي. الو عندنا الكوميول دامورتيسمون فوا 1200 سور لا فالور دونتري فوا لو طو. الوغ هاد 100750 هو الكوميول مضروبه في 1200 على 310 اللي هي لا فالور دونتري فوا 10 اللي هو لو طو غيعطينا 39 شهر. الوغ غنمشيو نحسبوا من لو 1/1/2017 نرجعوا باللور غنبقاو راجعين باللور غنوصلوا لو 1/10/2013. إذا حسبت من لو 1/1/2017 من نهار 1 في شهر 1/2017 ورجعت حسبت باش أشهر باللور ب 39 شهر باللور غنلقى راسي في لو 1/10/2013 أو نكتبوا لهم نقدروا نكتبوا لهم أكتوبر 2013. دونك هذه هي لا دات داكيزيسيون ديال الماتيريال إي أوتياج. ألوغ غنمشيو دابا نشوفوا السؤال الموالي. السؤال الموالي قال لك calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2017. Alors, on va dotations d'amortissement. Alors, on va les dotations des frais d'augmentation de capital. La valeur d'entrée est 70,000 dirhams. غنضربوها في لو طول اللي كنا حسبناه ديجا في الاول السؤال الاول 20% غيعطينا 14000. دونك 14000 هي واحد الدوتاسيون ديال لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. نشوفوا الدوتاسيون دي ماتيريال اوتياج غنشدوا الفالور دوريجين اللي هي 310000 وغنضربوها في 30% غتعطينا 31000. الوغ رجعنا هنايا لي لونسي عفوا كاين واحد الخطا هنايا ماشي 30% وانما 10% خطات هنايا. دونك 10% دونك 10% هو لو طو ديال الماتيريال اي اوتياج. دونك ناخذ الفالور دونتري ونضربها في 10% غيعطينا 31000. بالنسبه دوتاسيون دي ماتيريال دو ترونسبور لاحظوا معايا مزيان. عندنا الماتيريال ولا الكاميون 1 ولا الفييكول 1
محسوبة بلو مود كونستان ولكن فيكول 2 محسوبة بلو مود ديغريسي. الور ارجعوا للكور لي لونسي. دونك بالنسبة للفالور دونتخي ديال الماتيريال ديال الفيكول 1 هي 90000 درهم. الور 90000 درهم ولكن لاحظوا معايا مزيان لا سيسيون ها. اذا هذا ملاحظة مهمة لا سيسيون عندنا هاد الماتيريال الى تي سي دي لو 23 2017. الوغ ما نحسبش انا العام ديال 2017 كامل، غنحسب فقط حتى لشهر 3 من نهار 1 في شهر 2017 نهار 1 في شهر 1 2017 حتى 20 شهر 30 يعني حتى لشهر 3 دونك 3 الاشهر. الوغ غنشد 90000 وغنضربها في 20 وغنضربها في 3 وغنقسم على 1200. هذا هي 90000 مضروبه في 20% مضروبه في 3 على 12 الوغ غتعطينا 4500. اما بالنسبه للكاميون بي عندنا الفالور دوريجين ديالو هي الا رجعتوا لينونسي غتلقاو الفالور دونتري ديالو هي 75000 درهم مضروبه في 40. علاش؟ لان الكويفيسيون 2 اذا 20% هذه غنضربها في 2 عطينا 40% لان المود ديغريسيف ونضربها في 3 على 12. غنرجع لينونسي الور ما مضربهاش في 3 على 12 لان كاين واحد الخطا تما. الور نضربها في 10 على 12 لان يعني تحت عفوا لا اذا هو داك شهر 3 اذا من شهر 10 عفوا من شهر 10 حتى لشهر 12 شهر 10 11 12 يعني ثلاثه الاشهر يعني تبقى 2000 يعني نهار 31 في شهر 12 2017 بقات لها ثلاثه الاشهر. اذا اللي حسبنا من شهر 10 حتى شهر 12 غتكون ثلاثه الاشهر دونك هي هذيك ثلاثه الاشهر. اذا هي 75000 درهم مضروبه في 40% مضروبه في 3 على 12 عطيني 7500. اذا هذه هي لا دوتاسيون ديال الكاميون بي. غنجمعوا لي دوتاسيون بجوج غتعطينا 12000. اذا عندنا دابا دوتاسيون ديال فري دوكمونطاسيون دو كابيتال هي 14000، عندنا دوتاسيون ديال الماتيريال اوتياج اللي هي 31000، وعندنا دوتاسيون ديال الماتيريال ترونسبور اللي هي 12000. الو غندوز دابا السؤال الموالي. قال لك انريجستري لي دوتاسيون او زامورتيسمون دو ليكزيرسيس 2017. سؤال بي قال لك لا ريغولاريزاسيون ريلاتيف ا لا سورتي دو ماتيريال في 1 جوستيفيي بار لي كالكول. Alors, on va dire l'enregistrement des dotations aux amortissements flux journal, c'est l'exercice 2017. Alors, بالنسبه للكريتور ديال دوتاسيون دائما اون ديبيت ان كونت دو لا كلاس 6 اللي هو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون دو ليموليزاسيون اون نون فالور. هنا نحتاج عندنا فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. اذا الدوتاسيون ديالها هي 14000 درهم كما كتلاحظوا معايا. دونك هاد 14000 درهم هذه راه هي هذه اللي حطيناها هنايا. دونك درنا اون ديبيت ان كونت ديال لا كلاس 6 اللي هو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون دو ليموليزاسيون اون نون فالور لان عندنا لوغمونطاسيون دو كابيتال فري دو كابيتال 14000 درهم. وغندير دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون دي زيموليزاسيون كوربوريل في دي بي بالنسبه لهذا الماتيريال اوتياج وبالنسبه للماتيريال ترونسبور غنجمعهم بجوج في كونت واحد يعني 31000 زائد 12000 هي 43000. اما بالنسبه في الكريدي راه كنفصل كندير لامورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال لان غنشد هاد فري دوغمونطاسيون دو كابيتال وغنزيد قدام نحيد هاد دوتاسيون ندير قدامها ندير قبل منها امورتيسمون ونجي لهاد دوتاسيون دي ماتيريال اوتياج غنحيد دوتاسيون وغندير امورتيسمون ونجي لدوتاسيون دي ماتيريال ترونسبور غنحيد دوتاسيون ندير قبل منها امورتيسمون وغنجي وغنحط هاد لي مونطون ديال لي دوتاسيون كاملين. لي دوتاسيون كاملين 14000 31000 و12000 هي هذه 14000 31000 و12000. وهنا هكذا غنكون صوبت ليكزيرسيس يعني السؤال ديال دوتاسيون او زامورتيسمون. وفي لي بيلي كندير دوتاسيون دو ليكزيرسيس 2017. الوغ بالنسبه للكونستاتاسيون ديال لا سيسيون لا سورتي ديال لا سيسيون. الوغ بالنسبه لا سيسيون كنعرفوا ان الماتيريال ترونسبور لا فالور دوريجين ديالو هي كنحط الماتيريال ترونسبور في كريدي هو الاول نحط الفالور دوريجين ديالو هي 90000 لان هنا كنتحدثوا على الماتيريال يعني الفييكول نيميرو 1 الفييكول نيميرو 1
يعني الفالور دوريجين ديالها هي 90,000، وغنحسب الكوميول ديال لاموغتيسمون من نهار تشرات، يعني من 25 في شهر 10 2013 حتى 23 2017، وغنلقى بانني قدام شحال ضربت بهذا الماتيريال. هذا ضربنا به 42 شهر. ادور الفالور دوريجين، عفوا الكوميول دامورتيس، غناخذ الفالور دوريجين فوا 20% اللي هو لو طون فوا 42 على 12، عطينا 63,000 درهم. هاد 63,000 درهم هي الكوميول دامورتيسمون. غنشدو غنحطو هنايا، غنديبيتي لو كونط امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور، وغنحط هاد المونطون ديال 63,000 درهم هنايا. غتبقى ليا لا فينا، كيفاش غندير لا فينا؟ دونك فينا ديزيوميزاسيون كوربوريل سي دي حتى هي كنديروها في الديبي. كيفاش غندير؟ غنحسبها، غنشد 90,000 ونقص منها 63,000، غتعطينا 27,000. دونك غنشد 90,000 نقص من 63,000 وغتعطينا 27,000 اللي هي لا فينا ديال ليموزاسيون كوربوريل سي دي. الوغ شوفوا السؤال الموالي. الوغ السؤال الموالي كيتحدث على il faut remplir l'extrait du tableau des amortissements annexe 1، والسؤال D فيه remplir l'extrait tableau des amortissements l'annexe numéro 2. إذن عندنا طابلو ديال الزيموليزاسيون وعندنا طابلو ديال الامورتيسمون. ادور نمشيو الكوريجي. ادور بالنسبة للطابلو ديال يعني الزيموليزاسيون autre que financière، ادور عندنا الفخي بخيليمينار. الوغ كنشدو هنا الفالور دوريجين ديال الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال، غنحطو هنايا الفالور دونتخي هي 70,000، ما شرينا حتى شي فخي اخرين وما نقصنا حتى شي فري اخرين. الوغ غنحط المونطون ديال بروت في لافان ديكزيرسيس، غيبقى هو 70,000 درهم. بالنسبة لليموبيليزاسيون كوربوريل، عندنا انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. دونك ماتيريال اوتياج عندنا الفالور دوريجين ديالو هو 310,000. الوغ ما شرينا حتى شي ماشين وما بعنا حتى شي ماشين، دونك غتبقى عندنا 310 يعني 310,000. بالنسبه للماتيريال ترونسبور، الفالور ديالو هي نرجعوا الكوريجي، نرجعوا عفوا لينونسي، غنلقاو الماتيريال ترونسبور اللي هو 90,000. الوغ 90,000 غنحطوها هنايا. بالنسبة ل 75,000 شرينا واحد الماتيريال ترونسبور اللي هو فييكول 2، هيا غنرجعو للينونسي، غنلقاو لا فييكول نيميرو 2 هي 75,000. امتى شريناها؟ شريناها في شهر 10 2017. إذا هاد لاكيزيسيون هادي تشرات في 2017، يعني في ليكزيرسيس كونطابل اللي حنا خدامين عليه. ألوغ عندي واحد لوكمونطاسيون، غنديرها في لوكمونطاسيون هاد 70,000، هاد 75,000 غنديرها في لوكمونطاسيون. بالنسبة لا ديمينيسيون، بعنا هاد الماتيريال هاد ترونسبور هاد اللي كان عندنا قبل ب 90,000 اللي هو الفييكول ان، بعناها. دونك ديمينيسيون ديال عندنا واحد ديمينيسيون ديال 90,000. الوغ غنشدو يعني شنو غادي يبقى عندنا؟ يعني كانت عندنا 90,000 ديال الماتيريال الاول، شرينا 75,000 ونقصنا 90,000، غتبقى عندنا 75,000. دونك غتبقى عندنا 75,000 الماتيريال الثاني، يعني الفييكول رقم 2. بالنسبه للطابلو ديال لي زامورتيسمون، عندنا الفخي بريليمينير الكيمول ديال ليكزيرسيس ديال ديبي ديال ليكزيرسيس 42,000. اذا رجعنا لي نونسي، غنلقاو الكيمول ديالها هو هذا 42,000. غنجي غنحطو هنايا، ها هي 42,000. الدوتاسيون اللي كنا حسبناها ديال الفخي بريليمينير ولا الفخي دوغمونطاسيون كابيتال هو 14,000. الوغ ما عندناش حتى شي امورتيسمون سيغ ايموليزاسيون سورتي. الوغ غنشد 42,000 وغنزيد على 14,000، غتعطيني 56,000 بالنسبه للكيمول دامورتيسمون في لافان ديكزارسيس. بالنسبه ليموليزاسيون كوربوريل، فيها انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. الوغ كانت عندنا الكيمول ديالو، الى رجعنا لينونسي غنلقاو الكيمول ديالو هو 100,750. غنحطوها هنايا، يعني في الكيمول ديال ديبي ديكزارسيس.
غنزيدوا عليها الدوتاسيون ديال ليكزيرسيس اللي هي 31000 اللي كنا حسبناها ديجا في الاسئله السابقه. الوغ في الكيمول دو فان ديكزيرسيس غنشدوا هاد 100750 وغنزيدوها 31000 غتعطينا 131750. بالنسبه للماتيريال ترونسبور عندنا الكيمول ديال ديبي ديكزيرسيس اللي هو 58500، الى رجعنا لينونسي غنلقاو الكيمول هو 58500. الوغ دوطاسيون ديال ليكزيرسيس هي 12000 غنزيدو عليها، ولكن لاموغتيسمون الكيمول ديال لاموغتيسمون ديال سيغ لي زيموبيليزاسيون سورتي هو 63000. يعني الكيمول اللي كنا حسبنا، هاد الكيمول اللي كنا حسبنا اللي هو 63000 هذا غنجيو غنحطوه في اموغتيسمون سيغ ايموبيليزاسيون سورتي. ايموبيليزاسيون سورتي لان بعنا هذاك الماتيريال الفيكول نيميرو 1 وكان الكيمول ديالها هو 63000. الوغ غنشد 58000 زائد 12000 ناقص 63000 غيعطيني 7500. الوغ ندوز السؤال الموالي، قال لك غومبليغ ليطا دي كريونس كليون لانكس نيميرو 3 اي غومبليغ ليطا دي تيتخ انكس نيميرو 4. إذا نشوفوا الكوريجي، نشوفوا لانكس ديال لي كليون كريونس كليون. الوغ بالنسبه للعادل عندنا لا كريونس ديالو هي 48000، رجعنا لي نونسي غنلقاو لا كريونس ديالو هي 48000. عفوا عادل 48000، مين جات 48000؟ كتسائلوا مين جات 48000؟ الوغ هاد 48000 شدينا 144000، دونك هاد 144000 هادي هاد 144000 ونقصنا من هاد الغيكلوم لانه خلصنا ب 96000، خلصنا ب 96000. الوغ غنشدو 144000 ناقص 96000 اللي خلصنا بها الغيكلومون غتبقى عندنا 48000 هي هادي، دونك سي 48000. الوغ هادي 48000 هي هادي اللي كتلاحظوا معايا سي 48000، غنقسمو على 1.2 لان التي في ما كتخصش تبقى عندنا في الحساب ديال لي زيتا دو كريونس. الوغ غعطينا 40000، الا قسمنا 48000 على 1.2 غعطينا 40000. الوغ بالنسبه للبروفيزيون ديال 2017 ما غتكونش عندنا البروفيزيون ديال 2017، علاش؟ لان قال لك ريغلومون بور سولد يعني ما غيخلصناش. الوغ بالنسبه للبروفيزيون ديال 2016 قال لك 60%، الوغ 60% دو لا كريونس، الوغ سي 60% دو لا كريونس، دونك سي 144000 مقسم على 1.2 غنضربوها في 60 غنقسموها على 100 غنعطينا 72000. دوك هاد 72000 شدينا 144000 ديال لاك خيونس، يعني هاد 144000 وقسمناها على 1.2 باش تبقى ليا لاك خيونس اور تاكس وضربناها 60% غعطينا 72000. هي 72000. بالنسبة للبروفيزيون ديال 2016 عندنا 72000 وما عندناش بروفيزيون 2017. بالنسبة للبيرت غنشدو هاد 40000 غنحطوها في لابيرت لأن غنضيعو فيها كاملة هادشي اللي متى بقى من الكريونس غنضيعو فيه. وهاد 72000 ديال 2016 بروفيزيون اللي كدير في 2016 غادي نانيوليها دونك غنديرها في لا روبريز. بالنسبة للكليونت بسمة الوغ كنتسالوها 186000، ما عندنا حتى شي ريغلومون وما عندنا حتى شي بروفيزيون بالنسبه ل 2016. وبالنسبه لوبسيرفاسيون 2017 قال لك ريكوبيراسيون بروبابل دو 60% دو لا كريونس، الوغ حنا غنضيعوا في 40% من لا كريونس. الوغ غنشدو 186000 وغنقسمو على 1.2 غتبقى تخرج لنا 155000. الى قسمنا
186,000 قسمنا على 1.2 غيعطينا 155,000 هي هذه 155,000 بالنسبة للبروفيزيون ديال 2017 غنشد 155,000 وغنضربها في 0.4 يعني 40% اللي غنضيعوا فيها وغتخرج ليا 62,000 دونك هاد 62,000 هي لا بروفيزيون ديال 2017 الوغ بالنسبة للبروفيزيون 2017 كبر من البروفيزيون ديال 2016 لان ما عندناش بروفيزيون 2016 الوغ غتكون عندي اون دوتاسيون دو 62,000 دائما كنقارن البروفيزيون الجديده مع القديمه الا كانت جديده كبر من القديمه كنديروا دوتاسيون و الا كانت جديده قل من القديمه كنديروا ريبريز الوغ بالنسبه لانيكس نيميرو 4 اللي هو ايتا دي تيتغ اي فالور دو بلاسمون عندنا بالنسبه نمشيو لي لونسي باش نفهموا الوغ عندنا تيتغ دو بارتيسيپاسيون عندنا لو نومبر ديالهم هو 500 لو بري داشا و 150 لو كور ديالهم شحال كيسواو في 2016 135 درهم شحال كيسواو القيمه ديالهم في 2017 هي 145 درهم بعنا منهم 200 اكسيون بالثمن ديال 145 الوغ تي دي فالور دو بلاسمون عندنا 350 اكسيون بري داشا 220 لو كور ديالهم او شحال القيمه ديالهم في 2016 هي 205 القيمه ديالهم في 2017 215 بعنا منهم 150 والقيمه ديال باش شحال بعناهم الثمن ديال 200 و 15 هذا حنا غنشوفوا لا ريغولاريزاسيون ديالو كيفاش غتكون الوغ بالنسبه لتيغ دو بارتيسيپاسيون قلنا تبعنا 200 بسبب بروفيزيون ديال 2017 ما غنديروهاش علاش ما غنديروش 2017 لان هاد 200 اكسيون تباعت لانهم تباعوا الوغ ما غنديروش بروفيزيون ما احتاجوش بروفيزيون لان بعناهم 2017 دونك بروفيزيون 2017 ما غنديروهاش بالنسبه لبروفيزيون 2016 درنا 3000 منين جاتنا هاد 3000 الوغ شدينا هاد 200 دونك هاد 200 هاد 200 ضربناها في الفرق ما بين البري داشا والبري ولا لو كور ديالهم في 2000 و 16 دونك لو كور ديال 2016 هو 135 هما مشريين ب 150 الوغ 15 درهم دعنا فيها هادو غنضربو في 15 غعطينا 3000 دونك حنا البروفيزيون اللي كنا دايرين في 2016 هي 3000 الوغ هاد 3000 هادي في 2016 كنا دايرين في 2016 غنديروها في لا ريبريز لان بعنا هادوك لي تيتغ دو بارتيسيپاسيون الوغ بالنسبه للنون سي دي بقاو عندنا 300 في النون سي دي في 2017 شحال كانت البروفيزيون عليهم الوغ 300 غنشد الكور ديالهم في 2016 جينا 135 ومشريين هما ب 150 يعني عندنا في 15 درهم غنشد 300 وغنضرب 15 الوغ 300 غنضرب في 15 غتعطيني 4500 الوغ 4500 في 2016 بالنسبه ل 2017 كما كتلاحظوا معايا كيسواو 145 الوغ حنا مشريين شارينهم 150 الوغ ردعنا في 5 دراهم او غنشد غير 5 دابا غنشد 5 وغنضربها في 300 اللي غيعطيني 1500 الوغ البروفيزيون ديال 2017 هي 1500 والبروفيزيون ديال 2016 هي 4500 كتلاحظوا معايا ان البروفيزيون ديال 2017 قل من البروفيزيون ديال 2016 دونك غندير الفرق في لا ريبريز الفرق هو 3000 غنديرو في لا ريبريز بالنسبه لي تيتري فالور دو بلاسمون الوغ غنمشيو نشوفوا المعطيات اللي عندنا عندنا 350 اكسيون البري يونيتير 220 شحال كيسواو في 2016 كيسواو 205 في 2017 كيسواو القيمه ديالهم 215 بعنا منهم 150 بالثمن ديال 215 الوغ غنمشيو الكوريجي بعنا منهم 150 الوغ بالنسبه للبروفيزيون 2016 عندنا 2250 ما غتكونش عندنا البروفيزيون ديال 2017 لان بعناهم الوغ 2250 من جات الوغ شدينا
لو كور ديالهم في 2016 205 2000 بشريناهم في 2000 شريناهم يعني بخي داشا ديالهم ب 220 الوغ شحال درنا درنا في 15 درهم 15 غنضربوها في 150 اللي غتعطينا الوغ 15 مضروبه في 250 غتعطينا عفوا لي سي دي 150 مضروبه في 15 هي 2250 دوك هنا 2250 دوك هاد 2250 غنشدها ونحطها في لو ريبريز مباشره بالنسبه لي نون سي دي اللي ما بعناهمش ما بعناش 200 بقاو عندنا 200 كنا البروفيزيون في 2017 دايرين 1000 درهم بالنسبه 2016 3000 درهم انا غنشدو الفرق وغنشوفوا بالنسبه للبروفيزيون 2017 خل من البروفيزيون 2016 الفرق ديالها هو 2000 غيكون في لا ريبريز الوغ بالنسبه لي زيكريتور غنديروا لي كريتور ديال لي دوتاسيون كليون الوغ اون فا ديبيتي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور دي بريسيون دو لاكتيف سيركولون اون فا كريتي بروفيزيون بور دي بريسيون دي كليون اي كونت راتاشي باش نديروا الكونستاتاسيون ديال لي دوتاسيون ديال كليون الوغ نمشيو نرجعوا لهداك يعني لي كريونس ليطا دي كريونس دوك عندنا دوتاسيون اللي هي 62000 الوغ غنديروها هنايا في لو جورنال اون فا ديبيتي ان كونت دوتاسيون اون فا كريتي ان كونت دو بروفيزيون دونك سي 62000 هذه الدوتاسيون ديال 2017 بالنسبه للريبريز عندنا اون ريبريز اللي هي 72000 درهم رجعتوا معايا 72000 درهم هي هذه Alors on va débiter un compte de provision d'abord, on va créer un compte de reprise. Alors provision pour des prestations des clients, un compte rattaché, 9000. Ou reprise sur provision pour des prestations de l'actif circulant, c'est 9000. On va dire les belles de reprise de l'exercice 2017. Pour la perte, on va constater la perte. La perte, il y a 8000 dirhams. Et là, on a le tableau. On a 48000 درهم غناخذ لا كريونس كامله اللي هي 48000 درهم هنايا الوغ هاد 48000 درهم اول حاجه غنشدها غنديرها في الكريدي كليون دو تو ليتيجيو ولا نقدر ندير غير كليون بالنسبه لا بيرسيو كريونس ايغوكوفرابل ايغوكوفرابل كنشدو نقولها حتى هي من الجدول كنديرها في الديبي لا بيرت هي 40000 ها هي بالنسبه للتيفيا غنشد 48000 ونقص من 40000 غيعطيني 8000 اللي هي التيفيا اي دا تيفيا فاكتور اذا هذه لا كريتور ديال لا بيرس كنديبيتي كونت دو شارج بيرس سور كريونس اي ريكوفرابل لا كلاس 6 اي اون فا ديبيتي اوسي اي دا تيفيا فاكتور اون فا كريتي كليون دوتو او ليتيجيو او بيان كليون بالنسبه للستوك عندنا une provision pour dépréciation des marchandises donc il faut annuler had la provision hadi c'est 20000 et il va être comme provision pour dépréciation de مثلا ديال شي ستوك مثلا ديال marchandises ou la matière première par exemple خاصكم تانيليوها il faut annuler cette provision كيفاش غانانيليوها donc on va débiter un compte de provision ou provision pour dépréciation des marchandises on va créer un compte de reprise sur provision de l'actif sur provision pour dépréciation de l'actif circulant c'est 20000 donc il faut annuler la provision li عندنا il faut constater le stock final donc le stock final c'est 250000 غير constater le stock final li عندنا au 31/12/2017 alors comment on constate le stock final on divise un compte de marchandises de la case 3 et on crédite un compte de la classe 6 on débite un compte de marchandises on crée un compte de variation de stock de marchandises d'aiment pour la constatation d'un stock final quand débite le compte de l'actif circulant il y a des comptes de marchandises il y a des comptes de matières premières ou le produit fini et on crée un compte de variation de stock de marchandises par exemple l'air ou le montant de le stock les 250000 dirhams
Alors, on chauffe le sual al mouali. Le sual al mouali, il y a une provision pour risque et charge. Ou il y a une donc, la provision pour risque et charge. Edna, l'entreprise poursuivie en justice par l'un de ses concurrents avait constitué le 31-12-2016 une provision momentanée et non courante. Il n'y a pas d'attache à l'activité essentielle de l'entreprise. Il est non courante, en l'activité de l'entreprise, de 15 000 dirhams. Alors, le 28-2017, Hikama, bi 12 000 dirhams. Ka dommage et intérêt. L'achetou m'aïe hâte la provision que nous avons fait en 2016 ou en 2017, donc hâte 15 000 qui sont annulés. Comment annuler cette provision? Donc, je vais le corriger. Alors, pour annuler cette provision, on va débiter un compte de provision pour litige. On va créditer un compte de reprise non courante aux provisions pour risque et charge. Voilà qui est le cas. On a dit que nous avons dit que درنا فقط ديك فيتور ديال لي كريونس كليون ودرنا ديال لي ستوك ودرنا ديال ريسك شارج الو بقى ليا تيتر دو بارتيسيپاسيون اي تيتر اي فالور دو بلاسمون الو نرجع معكم ندير لي كريتور ديال لي تيتر الو بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيپاسيون الو لا عندنا شي ريبريز الو عندنا واحد ريبريز ديال 6000 ها هي on va l'annuler, on va annuler cette provision par le débit du compte provision pour dépréciation des titres de participation et par le crédit de reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. La reprise 3000 et 3000, donc le tel alors c'est 6000. بالنسبة لا سيسيون alors بالنسبة لا سيسيون عندنا البرودوي دي ايموبيليزاسيون كناخذو اون فا كريديتي كون دو برودوي دو سيسيون دي ايموبيليزاسيون فينانسيير alors غنشدو غنرجعو لينونسي alors عندنا 200 مضروبة في 145 غطينا 29000 هي 29000 كنشد المونطون كنشد البري دي سيسيون نضربو في عدد ديال لي زاكسيون 200 في 145 خرجت ليا 29000 الو هاد 29000 عندنا الكوميسيون بانكير هي 500 دونك غندير on va débiter service bancaire au service bancaire غنحسب لي TVA 10% من 500 درهم اللي هي 50 alors عندنا 500 ديال service bancaire وعندنا 50 ديال état TVA récupérable sur charge واللي شات غيبقى عندنا في لا بنك دونك غنشد 29000 ونقص منها 50 درهم تاع TVA ونقص منها 500 درهم ديال service bancaire وغتبقى عندي في لو كونت 28450 بالنسبة لفينا دي زيموبيزاسيون فينونسيير بالنسبة لا سورتي ولا الكونستاسيون ديال الفينا الوغ بالنسبة لا سورتي دي تيتغ سي دي اون ديبيت فينا دي زيموبيزاسيون فينونسيير سي دي اي اون كريديت تيتغ دو بارتيسيپاسيون كيفاش غنديرو لها غنشدو لو بري داشا اللي هو 150 مضروبة في 200 اللي غنعطينا 30000 غنشدو النومبر دي زاكسيون سي دي ونضربوها في الثمن ديال الشراء اللي هو 150 بالنسبة لي تيتغ اي فالور دو بلاسمون كنضربو وصلنا لي تيتغ اي فالور دو بلاسمون
عندنا اون ريبريز ب 4250 نشوفوا لا ريبريز اللي عندنا دونك عندنا 2250 وعندنا 2000 اللي جمعناهم غيعطينا 4250 في لا ريبريز دونك اون فا كونستاتي لا ريبريز de reprise de l'exercice, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement, reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Alors, la session, alors, on a 9 chez, on a, je l'ai lancé, on a 150, alors 150, on a 200, و 15 غتعطينا 32000 اعطينا 32000 او عفوا 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 كاين شي خطا هنايا اذا عفوا ادور إذا 215 عفوا بلاتي هنا دونك أنا وصلت في لي تيتخ إي فالور دو بلاسمون تيتخ إي فالور دو بلاسمون تيتخ إي فالور دو بلاسمون دونك هنا دونك غنمشي باش نكونستاتي لا سيسيون عفوا نمشي نكونستاتي لا سيسيون دونك غنشدو هاد 150 وغنضربوها في 220 اللي غعطينا 33000 33000 بالنسبه لا كونستاتاسيون دو لا سيسيون كنشدو لو بري يونيتير داشا يونيتير ونضربوه في عدد الاسهم اللي بعنا باش كندير لا كونستاتاسيون دو لا سيسيون دو لا سورتي عفوا ماشي لا سيسيون بالنسبه لا سورتي لا سورتي اللي غتخرج عندي هنا 33000 درهم اللي خرجت عندي في لا كالكولاتريس سي 33000 الوغ هاد 33000 هاد اون فا ديبيتي بنك سيرفيس بانكير اي دا تي في ريكوبيرابل سور شارج اي شارج نت سور سيسيون دي تي في بي ملي جبنا هاد المونطو ديال 750 الوغ كنشدو الفرق ما بين le prix de session اللي هو 215 و 220 اذا 220 شريناهم 220 وبعناهم 215 اذا ضعنا في 5 اذا 220 ناقص 215 هي 5 5 مضروبه في عدد الاسهم اللي بعنا في 150 150 في 5 تاني 750 دونك 750 سي تون شارج نت سور سيسيون دي تي في بي اذا هاد 750 سي تون شارج نت سور سيسيون دي تي في بي يعني خساره يعني شرينا وحنا ب 220 وبعنا ب 215 دونك ضعنا في 5 دراهم هذيك 5 دراهم غنضربها في عدد الاسهم اللي بعنا 150 اذا 150 مضروبه في 5 غتعطيني 750 بالنسبه للتيفيا دائما على لو سيرفيس بانكير اللي هو 500 والتيفيا عليه 50 الوغ غندير ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج وغندير ايتا وغندير سيرفيس بانكير واللي شاط ليا راه غادي يبقى في لو كونط بانكير غنشد 33000 ونقص منها 750 نقص منها 50 ونقص منها 500 غتبقى عندي 31700 في لو كونط ديالي الور كان هذا هو يعني التصحيح ديال ليكزامان عفوا ولا هاد لو كوري هاد يعني لو سوجي دونترينمون ان هاد لو سوجي دونترينمون راه بحالو كيتحط نهار الامتحان الوطني الا خدمتوه مزيان المره الاولى والثانيه والثالثه كونوا على يقين انكم غادي تضبطوا لي طرافو دو فان ديكزيرسيس غتلقاو بحال هذا في الامتحان الوطني غيتبدلوا فقط غير الارقام كيتبدلوا فقط غير الاعداد ولي مونطون اما لو كونتينو اما المنهجيه ديال الامتحان راه هي هذه بالنسبه للدوسيي ديال
les travaux de fin d'exercice ou bien les travaux d'inventaire. Alors, il est comme la vidéo. Maintenant, je vais partager avec les amis de vous. باش يستافد اكبر عدد من التلاميذ واللي ما اشتركش في القناه يحاول يشترك معنا باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. الور كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.